أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار فتح باب التحويلات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج اعتبارا من اليوم ولمدة 15 يوما. كما سيتم استقبال التحويلات لاستكمال مقدمات حجز الأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع من 15 من مايو الجاري ولمدة 10 أيام. وأوضح وزير الإسكان أنه تم تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج ليتضمن الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة وقطع الأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية.